السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ حضرتك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخنا دلوقتي عندي سؤال فقط، يعني هل دراسة مذهب من المذاهب، دراسة مذهب معين من المذاهب، المذاهب الأربعة يعني، ثم بعد ذلك الارتقاء إلى النظر في كتب الخلاف العالي، هل هذا منهجية صحيحة؟ والله يا أخي الكريم، إذا كنت تدرس مذهبا وتتقيد به، طبعا لا أراك محمودا، يعني لا أتقيد بجميع الأحكام، لأن إذا كانت مسألة فهرسة وترتيب الدراسة، ترتيب الدراسة مثلا أخذ أبواب الطهارة، النواقض الوضوء، مستحبات الوضوء، مكروهات الوضوء، وهكذا، لا بأس أن ألزم، لكن كل مسألة يلزمني عند القراءة فيها أن أبحث عن الأدلة. الله يبارك فيكم، الله يسلمك.